الفلاح. شق يا فلاح صدر الأرض شقا، تنعم الناس بما تجني وتشقى، واحرث التربة وازرع واجتهد، يتفق الخير على كفيك دفقا، وعلى ساعدك المضنى لنا كل فصل موسم يطفح رزقا. يا أبا الأغراس شذب غصنها، كأب أطفاله يرعى فترقى، كلما هبت عليها نسمة صحت يا رب بهذا الغرس رفقا. أوقس المعول في ضرباته، لك قلب فوقه حن ورقا، وإذا جفت ينابيع الثرى هذه الأغراس من عينيك تسقى. أولا أكتشف. يقوم الفلاح بعدة أنشطة موسمية أعددها مرتبة حسب زمن وقوعها. حرث التربة، زراعتها، سقي المزروعات ورعايتها، حصد المزروعات. ثانيا أتفاعل مع النص. أولا أقرأ النص، ثم أعدد الأعمال التي قام بها الفلاح كما وردت في النص، وأقارن بينها وبين ما تصورته. حرث التربة، زراعتها، تشذيب الأغصان، سقي المزروعات. الأعمال التي قام بها الفلاح كما وردت في النص هي مماثلة لما قد تصورته أنا في البداية. ثانيا حددت القصيدة أعمالا قام بها الفلاح وتعلقت بتشذيب الأغصان، أقرأ البيت المناسب لذلك قراءة معبرة. يا أبا الأغراس شذب غصنها، كأب أطفاله يرعى فترقى. ثالثا أبرز الشاعر في القصيدة عمل الفلاح، أحدد البيت الذي يدل على ذلك وأقرأه قراءة معبرة. البيت الذي يدل على عمل الفلاح، واحرث التربة وازرع واجتهد، يدفق الخير على كفيك دفقا. رابعا تعرض الشاعر إلى قيمة الماء عند الفلاح، أقرأ البيت الدال على ذلك قراءة منغمة. وإذا جفت ينابيع الثرى هذه الأغراس من عينيك تسقى. ثالثا أبدي رأيي. للماء قيمة كبرى في حصول الفلاح على إنتاج طيب، فما هي الاحتياطات التي يجب أن يتوخاها تجنبا لكل طارئ؟ الاحتياطات التي يجب أن يتوخاها الفلاح تجنبا لكل طارئ هي أن يحرص على سقي مزروعاته بشكل دوري، عدم إهمال الحقل وما يتطلبه من عناية خاصة لمزروعاته، عدم إهدار المياه، والحرص على مراقبة محصوله بشكل دائم.